انت مو قلتي لي انك اكيد تخلصتي لا لا من لا انا القنينه؟ قلت لك اني مالي متاكده، وهي كانت اول مره بحياتي بحاول اني اقتل حدا لهيك. ايه طيب وارد كون غلطت اهدي بشي انت شغله. هلا، انت هلا كيف ما معصبه. بدي كون معصبه انا؟ وهلا كارلوس اكيد صار بيعرف كل الموضوع. انا ما بقدر ارجع على السجن، ما بقدر. مستحيل ترجعي، غيرمو ما عاد عنده شي يخسره، لهيك عم يضغط على البرتو. وإذا كان عندهم شي دليل قوي أكيد رح يوقفونا، مو هيك؟ تماماً. وبعد شوي واحدة من بيناتنا رح تكون مرشحة الحزب. شبكي أنتي برأيك ألبرتو كتير أجدب ليفكر إنه يعمل فضيحة بهالوقت؟ فكري فيها منيح باولا، رح تكون نهاية الكل. هو كتير جبان على مواجهة هيك حقيقة.